دونك بالنسبه للدخول المدرسي ديال 2024-2025 لجمعيه الاطفال واباء الاصدقاء المعاقين ذهنيا كتفتتح الابواب ديالها بشكل شد ايجابي، وكنستقبلوا المستفيدين ديالنا، واللي هي انا في هذه السنه هذه ك جميع السنوات السابقه اننا موجودين واحد الطاقم علاجي وتربوي جد مهم، يعني كيتكون مربين متخصصين واطر شبه طبيه واطر طبيه، يعني ملي كنقول اطر شبه طبيه يعني كاين عندنا ترويض النوط، تربيه النفس الحركيه، التربيه الخاصه، وكذلك الطب العام والطب النفسي. اذا ابواب الجمعيه مفتوحه، وكنستقبلوا المستفيدين ديالنا اللي تيخدعوا واحد المسار في الدمج ديالهم انطلاقا من تشخيص الحالات وتقييم المكتسبات ديالهم الى اخر مرحله اللي هي سواء الدمج المدرسي او لا الدمج المهني، باش كنقدروا نوصلوا لهاد المراحل الاخيره. المستفيد كيدوز مجموعه المشاريع التربويه والعلاجيه، يعني تقريبا عندنا هنا خمس مشاريع اللي كتهتم برعايه هاد الاطفال هادو، ومن خلال التصنيف الفئوي، يعني من انطلاقا من الفئات العمريه والنوع، لان كاين عندنا مراكز اللي كتهتم بالفئات العمريه من 3 سنين حتى ل 12 سنه، ومراكز كتهتم برعايتهم من 12 سنه وما فوق. هذا العام الحمد لله درت واحد المجهودات كبيره بالنسبه للدخول المدرسي، بحيث عندنا واحد 640 طفل وطفله من مختلف الاعمار ومختلف الاعاقات الذهنيه. هذا العام حاولت الوزاره ديال التضامن تنقص على الاباء واحد الوثائق اللي كانت كترهق لا الاداره ديال الجمعيه ولا الاباء، بحيث كانوا عندهم الاطفال ديال المعاقين ذهنيا وكانوا مساكن كيمشيو المقاطعات، يطلعوا عند القايد، يطلعوا عند المقدم باش يصوبوا واحد الشهاده اداريه، وكانوا كيلقاو بزاف ديال الصعوبات باش يوجدوا ديك الشهاده الاداريه. هذا العام الحمد لله تنقصوا هاد الوثائق، وجا الاباء التسجيل ديالهم سهل بواحد الطريقه اللي احنا فرحانين بها، اللي بحيث تم التسجيل بطريقه سهله، الاباء بحيث اللي جا كيصوب واحد البطاقه ديال المعلومات كيعمرها هنا مع الاطر التربويه اللي كتشرف على هاد العمليه هذه، وتيدوزوا بيان سور من بعد كنعطيوهم الوريقات ديالهم اللي كيخولوا ليهم باش غادي يطلعوا في النقل المدرسي، وغادي تكون الانطلاقه ديال الموسم الدراسي ان شاء الله بواحد الطريقه اللي سهله فيها راحه الناس الاداريين اللي هما خدامين على هذا الموضوع هذا، وفيها الراحه للاباء، وحتى الوليدات هذا العام ما تكرفصوش بزاف. الدخول يعني تنعتبروا انه رغم انه هذه السنه هذه ديال 2023 مرات شي شويه، لانه كانوا قالوا على انه هذه السنه غادي يكون الدخول ديال المدرسي غادي يمشي لوزاره التعليم. كان مشكل، كنا خايفين بكل صدق، الجمعيات العامله في الاقعاء كان عندها واحد الحس كبير انه في الدخول كيفاش غادي نديروا في الدخول وغادي يمشيوا لوزاره التعليم. وبطبيعه الحال مع عده لقاءات مع الوزاره التنميه الاجتماعيه مع السيد الوزيره مشكوره لانه فتحات لنا هذا المجال من اجل التواصل، وطلبنا الطلب لها والرئيس الحكومه انه المرحله ديال 2024 تكون مرحله انتقاليه، يعني يدوز بحال كما داز 2023. ثانيا انا وتيبان لنا على افاق المستقبل الامور غاديه لقدام، سيدنا كما تيخمم في هذه الوليدات انه اليوم المكتسب الاول بعد اللي نقدر نهضر عليه في 2025 هو البطاقه اللي غتكون في لافان 2025 كلشي غادي يستافد منها، واللي فيها الامتيازات كبيره من نقل، من تطبيب، من الانسان اللي مريض يمشي يدوز، يعني هذا واحد الامتيازات كبيره. اذا هذه المسائل كلها مكتسب، انا نقول لك بطاقه بالنسبه لنا احنا مكتسب. كاين النقص، ودونك الجمعيه ديالنا كدير المجهود كبير باش تزيد توسع الطاقه الاستيعابيه ديالها، هكا باش كنقدروا نوفروا الخدمات لعدد اكبر عدد المواطنين داخل الجهه الدار البيضاء. خصص كاين،
ماشي ما غاديش نقولوا ما كاينش، ولكن تنتمناو حنا نمشيو في الاتجاه الصحيح. كل سنه بحول الله وقوته نبدا الدوله الحكومه تبدا تزيد شويه بشويه حتى هذا الخصاص ما يبقاش. بطبيعه الحال لانه في 2025 راه التعليم حتى هو غادي يكون مفتوح، راه تقريبا واحد 6000 ولا ما عرفتش شحال غادي يدخل المدارس، يعني غادي تكون واحد غادي يكون الناس الوليدات غادي يكونوا تنفسوا والاسر كذلك. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.